مرحبا أيها الأصدقاء الرائعون، أنا هديل. هل ما زلتم تذكرونني؟ حسنا، يبدو أن بعضا منكم لم يشاهد الجزء الأول بعد. إذا أردتم معرفة أحداث الجزء الأول فإليكم الرابط من هنا. في البداية أود أن أشكركم يا أصدقاء على التفاعل الكبير مع قصتي، ولقد قمت بقراءة تعليقاتكم وعلمت أن بعضكم كان مؤيدا والآخر كان معارضا لفكرة الانتقام من دلال الفتاة المتنمرة. هل تودون معرفة ما سأفعل؟ حسنا، ولكن لما يشاهد بعضكم القصة دون أن يضغط على زر الإعجاب؟ هيا، فأنا بحاجة إلى تشجيعكم أيها الرائعون. بعد أن توجهت إلى ذلك المنزل المهجور ووجدت تلك المرآة المرعبة، فكرت مليا فيما يجب علي فعله، ووصلت إلى قرار نهائي. سأتخلص من تلك المتنمرة وأنهي كل معاناتي وأضع حدا لكل ذلك العذاب. سأستخدم هذه المرآة لمعاقبة أولئك الفتيات. وضعت إصبعي على المرآة وبدأت بكتابة اسم دلال، ويا للعجب، ظهر اسم دلال باللون الأحمر على المرآة، ثم ظهرت صورتها بمجرد الانتهاء من الكتابة. شعرت بالرعب يسري في كل جسدي، ثم اختفى كل شيء. غادرت المكان على الفور، فلقد تأخرت في العودة إلى المنزل، حيث وجدت جدتي تقف أمام باب المنزل وهي تشتعل غضبا. أين كنت طوال هذا الوقت أيتها الحمقاء؟ لما تأخرت في العودة؟ مع من كنت تتسكعين؟ أنا آسفة يا جدتي، فلقد لعبت قليلا في الجوار، لذلك تأخرت في العودة. الويل لك إن تأخرت مرة أخرى، هل فهمت؟ كانت دلال تستعد للنوم في تلك الليلة. وقفت أمام المرآة وبدأت بتنظيف أسنانها، وما إن انتهت حتى غادرت الحمام، ولكن انعكاس صورتها ظل موجودا على المرآة. ارتسمت ابتسامة شريرة ونظرات مرعبة لا تدل إلا على خطر قادم. وفي الظلام تسلل ذلك الانعكاس زاحفا إلى حيث توجد دلال. في صباح اليوم التالي توجهت إلى المدرسة، وعندما دخلنا إلى الصف لم تكن دلال تجلس في مقعدها. وبصراحة لم يكن هذا الأمر مفاجئا لي، ولكن ما فاجأني هو ما أخبرتنا به المعلمة. للأسف لقد ماتت زميلتكم دلال بطريقة غامضة ليلة أمس. لقد سمع والداها صرخاتها المدوية في غرفتها، فأسرعا لمعرفة السبب، وما رأوه كان صادما. لقد قتلت بطريقة وحشية باستخدام أداة حادة تم غرسها في رقبتها، فلتدعو لها بالرحمة. نظرت صديقات دلال إلي أنا وسلمى نظرات كلها شك وريبة، فلقد كنا يعتقدن أن صديقتهن قد ألقيت عليها تعويذة من قبل كل تلك الفتيات التي قامت بالتنمر عليهن، مما يعني أنني كنت أنا وسلمى متهمات في نظرهن. وبالرغم من أنني كنت في البداية أريد فقط إخافتها، إلا أنني شعرت بالراحة لأنني تخلصت منها وإلى الأبد. تملك الغضب الشديد صديقات دلال على موتها، فلقد كان لديهن اعتقاد أن المسؤول عن مقتلها لم يكن إلا الفتاة الجديدة، فقررن إجبارها على الاعتراف بما فعلت. بعد نهاية اليوم الدراسي انتظرنا سلمى، ثم قمنا باعتراض طريقها واقتيادها إلى الملحاض وتعذيبها لعلها تعترف بالذنب الذي لم تقترفه. أنا لم أفعل شيئا، أنا بريئة، أرجوكن دعوني وشأني. لقد صدمني خبر موتها هذا الصباح مثل ما صدمكن. أيتها الكاذبة، سننتقم لمقتل صديقتنا، وستتمنين لو لم تلدك أمك. كل الأدلة تشير إلى أنك من فعل ذلك، فلقد ماتت بعد قدومك إلى المدرسة وبنفس الطريقة التي عذبتك بها، أليس كذلك؟ وقمن بضربها واستخدام الأدوات الحادة في تعذيبها. كنت أشاهد من بعيد ما قامت به تلك الفتيات المزعجات، وأغضبني ذلك كثيرا. أقسم أن أنتقم لك يا سلمى، فلن يمر ما فعلنه بك دون عقاب. لم أحتمل أن أشاهدها تعذب بتلك القسوة والوحشية، فغادرت المدرسة، وكانت وجهتي هو ذلك البيت المهجور حيث توجد المرآة القاتلة. في اليوم التالي صدمت المدرسة بخبر مقتل صديقة دلال، حيث وجدت مشنوقة في مرحاض المدرسة، بينما وجدت أخرى في إحدى خزانات المدرسة وقد قتلت بطريقة وحشية، وأما الأخيرة فقد كانت ملقاة في المرحاض وقد غطت المياه القذرة جسدها بالكامل. انتشر الرعب بين الطالبات في المدرسة، فقامت مجموعة بالتغيب عن المدرسة، بينما قامت أخريات بالانتقال إلى مدارس أخرى خوفا من أن تكون إحداهن هي الضحية التالية. لم يكن هناك سوى شخص واحد فقط يعلم كيف تم التخلص من دلال وعصابتها. لقد كان ذلك الشخص هو أنا. كنت الشخص الوحيد الذي كان سعيدا لرؤية أولئك المتنمرات يلقين حتفهن بطريقة بشعة، فلقد حولتني تلك المرآة إلى أداة للقتل. أصبحت حياتنا أنا وسلمى أفضل بسبب اختفاء دلال وعصابتها، ولكن الشائعات انتشرت بسرعة في المدرسة عن تورطي أنا وسلمى في قتل دلال والفتيات الأخريات. أزعجتني تلك الشائعات كثيرا، وكنت أغضب بطريقة أثارت ريبة الجميع، فلقد لاحظوا التغير المفاجئ في شخصيتي، وخصوصا سلمى التي شعرت بأنني كنت أحاول إخفاء شيء ما. وفي أحد الأيام أثناء الاستراحة تقدمت سلمى نحوي. ما الذي تحاولين إخفاءه يا هديل؟ أنا أشعر أن هناك سرا خطيرا وراءك، إلى جانب الإشاعات التي تدور في المدرسة حول تورطك في قتل دلال والمتنمرات. أخبرتها ببساطة، إنهم يستحقون ما حصل لهم، هم يستحقون الموت. أدركت سلمى لحظتها أنني كنت متورطة في قتلهن جميعا. لم أستطع تحمل كيف تنمرن عليك، كنت أشاهدهن يضربنك ويقمن بتعذيبك، وكان علي فعل شيء ما. لقد خيبت أملي يا هديل، فلقد اعتقدت أنك كنت فتاة لطيفة وهادئة، ولم أصدق أبدا أن فتاة مثلك يمكن أن تكون مليئة بالشر والكراهية. يجب أن تقدري أنني فعلت كل هذا لحمايتك وتخليصك من كل هذا العذاب. ألم تصبح حياتك أفضل بعد رحيلهن؟ أخبريني. اعلمي يا هديل بأنك لست أفضل من أولئك الفتيات المتنمرات، ربما أنت الآن أسوأ منهن. كانت كلماتها تلك قاسية جدا، ولكنها جعلتني أشعر بالخطأ الكبير الذي اقترفته. أرجوك لا تخبري أحدا بسرنا، وسأقوم بإصلاح ما اقترفته يداي. أرجو ذلك، وأتمنى أن تضعي نهاية لكل هذا، ولا تخافي فأنا لن أخبر أحدا. بعد المدرسة أسرعت نحو ذلك البيت المهجور، ووقفت أمام المرآة واتخذت قراري. سأطلب من المرآة أن تعيد كل أولئك الفتيات التي قمت بقتلهن إلى الحياة مرة أخرى، حتى لو كان الثمن حياتي. وضعت يدي على المرآة وقلبي مليء بالندم والشعور بالذنب، ولكن للأسف لم ينجح الأمر. فجأة خرج ضوء ساطع من المرآة، ثم تحول ببطء إلى كلمة ظهرت باللون الأحمر. كان الاسم الذي ظهر على سطح المرآة هو هديل. شعرت بالصدمة، كيف ظهر اسمي دون أن أقوم بكتابته كما كنت أفعل سابقا؟ ثم اختفى الاسم وظهر انعكاس صورتي على المرآة، مما يعني أنني أنا من ستقوم المرآة بقتلها. بدأ الانعكاس المخيف بالخروج من المرآة، ولكن ما أصابني بالرعب حقا هو ظهور أطياف كل تلك الفتيات المتنمرات التي قمت بقتلهن. شعرت أن تلك هي النهاية، بدأت بالصراخ طلبا للنجدة، ولكنني علمت أن لا أحد يمكنه سماعي. كانت الأطياف تقترب مني أكثر فأكثر، وعلمت أنني لن أستطيع الهروب، إلى أن حصل ما لم أتوقعه أبدا. هل تودون معرفة ما حصل؟ اندفعت صديقتي سلمى نحو المرآة، وقامت بطرحها أرضا فتحطمت وتناثرت شظاياها في كل مكان، ولحظتها اختفى كل شيء. تقدمت سلمى نحوي تتفقدني قائلة: هل أنت بخير يا صديقتي؟ لقد شعرت بأنك كنت تنوين القيام بأمر خطير، لذلك قمت باللحاق بك. شكرا لك يا سلمى، لن أنسى أبدا ما فعلته من أجلي. حسنا يا صديقتي، يجب أن نغادر هذا المكان الموحش، وسيبقى هذا سرنا الصغير إلى الأبد. وهكذا يا أصدقاء، انتهت معاناتي مع كل من الطالبات المتنمرات والمرآة القاتلة. بصراحة لقد أخبرتكم بقصتي لأنني أشعر بالندم الشديد على ما فعلت، وأردت أن أشارككم إياها لعلي أجد في تعليقاتكم ما يريحني من عذاب الضمير الذي أشعر به. اعلموا يا أصدقاء أن الانتقام ليس حلا للتخلص من المشكلات التي تواجهكم، فلربما تستمتعون بلذته في البداية، ولكنكم ستعلمون فيما بعد عواقبه الوخيمة. هذه كانت حكايتي، دمتم بخير، مع السلامة.